عشر سنوات من العزلة فرضتها الحرب والأزمات على سوريا، وآن الأوان لعودتها إلى جوارها العربي. فقد قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إنه لابد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن إبقاء قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على سوريا يعرقل العمل المشترك مع الجانب السوري. فكيف يمكن الدفع بهذا الاتجاه؟ معنا الآن من دمشق أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله. دكتور بسام مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. كلام لافت للوزير الإماراتي فيما يتعلق بضرورة عودة سوريا إلى محيطها العربي. ما هي الخطوات التي يمكن البدء فيها لي على الأقل وضع المسألة على السكة الصحيحة والعودة التدريجية ربما لسوريا إلى المحيط العربي كما كانت عليه من قبل؟ مساء الخير أخي مهند، وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة. ما من شك أن كلام الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي كان لافتا في أكثر من نقطة، ليس فقط ما أشرت إليه، ولكنه ضمن سياق حديثه أشار إلى عدة نقاط مهمة وصريحة وواضحة. النقطة الأولى أن عودة سوريا إلى دورها، وهو تحدث عن دور سوري، قال أن هذا مهم لسوريا وللمنطقة، وهو أمر لا بد منه بغض النظر عن من يريد أو لا يريد، لأن الوضع يقتضي ذلك. وطبعا هذا الموقف الإماراتي المتقدم سبقه في نهاية شهر 12/2018 إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق، وهي بالطبع خطوة متقدمة. ودائما كانت المقاربة الإماراتية طبعا بعد سنوات الحرب هي لم تنقطع الصلات، سواء كانت أمنية بشكل مباشر أو غير مباشر، لقناعة يعني الإمارات العربية المتحدة بضرورة مقاربة المسألة السورية بعيدا عما كانت تقاربه الكثير من الأطراف الأقليمية، والذي أدى إلى أنه انعكس على واقع الأمن الأقليمي، لأن هناك فهم حقيقي بأن أمن سوريا واستقرارها وعودتها إلى محيطها الطبيعي هو جزء من أمن الخليج لمن يريد أن يفهم أو يتطلع إلى استراتيجيات. إضافة إلى أن سوريا كانت دائما تلعب دورا متوازنا، فمن يتحدثون عن الخطر الإيراني أو خطر آخر، كانت سوريا دائما دورها دور متوازن وتوازن بين موقعها العربي وعلاقتها بإيران أو بغير ذلك. ولهذا أنا أرى أن حديث الشيخ عبد الله بن زايد أمام وزير الخارجية الروسي بالطبع هو مهم وليس جديد. الإمارات كان هذا الموقف كان يتكرر دائما. الآن إذا تابعنا أحاديث وزير الخارجية المصري قبل فترة، هناك حديث مهم جدا لأسباب ترتبط بأن الأطماع التركية تزايدت على حساب واقع الدول العربية التي شهدت اضطرابات واسعة وعدوان حقيقي على الشعب السوري. والنقطة الثانية بأن ضعف الدور العربي أدى إلى تمادي قوى أقليمية أخرى على حساب الدول العربية هنا أو هناك، وعلى حساب الأمن القومي العربي، لأنه شئنا أم أبينا أحبينا ذلك أم نحب، هناك أمن قومي عربي مرتبط ببعض البعض، ومن يعتقد بأنه يمكن أن يسلم لوحده فهذا وهم يجب أن لا نعيش. وبعد عشر سنوات يجب أن نعيد تقييم الأوضاع. وأنا أعتقد أن الشيخ عبد الله بن زايد في تصريحاته المهمة جدا اليوم يريد الحديث، وقال أننا نريد الحديث مع أصدقائنا الأمريكان باعتبار أن قانون قيصر يشكل عقبة أمام أي عمل، ليس أمام الدول إنما أيضا أمام القطاع الخاص، وبالتالي لابد من فتح عقدية. ما يجري طيب. الآن سنتحدث عن قانون قيصر دكتور بسام بعد قليل بالتفصيل. نعم. كيف يمكن تخطي هذه العقبة، ولكن نحن نتحدث عن عودة العلاقات بين سوريا وبين محيطها العربي على مستويين. المستوى الأول هو المستوى الثنائي بين دول مختلفة وسوريا، والمستوى الآخر هو على مستوى الجامعة العربية. برأيك هل المسارين مرتبطين أم أنه يمكن البدء في إعادة العلاقات على المستوى الثنائي وبعد ذلك يتم النظر في مسألة الجامعة العربية؟ أنا أعتقد أخي مهند أن غالبية الدول العربية، الغالبية الآن بعد عشر سنوات، وصلت إلى قناعة بأن هذا المسار مغلق ولا يمكن الاستمرار به، وبالتالي هي تتخوف من الموقف الأمريكي. الإشكالية هي في موقف الولايات المتحدة الأمريكية،
وأنا سأشير هنا إلى أن جيمس جيفري سبق له طبعا قبل ترك منصبه في إدارة ترامب سبق له أن حذر الإمارات العربية المتحدة من اتخاذ أي خطوات فيما يتعلق بالاتجاه نحو سوريا أو فتح بعض الأقنية أو مجالات العمل المشترك كما أشار الشيخ عبد الله بن زيد، وهذا أدى إلى تخوف الكثير من الدول العربية نتيجة وجود عقوبات مالية أو اقتصادية. لذلك الآن العقبة الأساسية هي في لنقل مسارين، أولا فيما يتعلق بالجامعة العربية، أولا سوريا لم تترك الجامعة العربية، ليست هي التي غادرت الجامعة العربية، كان هناك قرار مخالف للميثاق ولا نريد العودة إلى الماضي. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن المستقبل فعلينا أن نقارن المسائل بطريقة مختلفة تماما، وهذه الطريقة يجب أن تعتمد على ثلاث قضايا أساسية. إذا أردنا ونحن بالطبع الماضي مرير وهناك الكثير من القضايا يمكن الحديث عنها عن الخلافات وما حدث في سوريا، ما حدث في سوريا شيء سيكتب عنه التاريخ كثير، ولكن صحيح. دعنا أنا أكون أكثر ليس تفاؤلا تطلع على المستقبل. الآن الوضع هل يعني ما تشهده سوريا من حصار اقتصادي يثلج صدر البعض؟ لا أعتقد ذلك، من لديه على الأقل إحساس أو من لديه إدراك لأهمية سوريا ورسالتها الحضارية يدرك بأن ما تعاقبه الولايات المتحدة هو الشعب السوري تماما، وهذه هي النقطة الأساسية دكتور بسان، لأنه في نهاية المطاف الشعب السوري هو الذي يدفع الثمن. لكن نتحدث في النهاية نتحدث عن 10 سنوات الآن على هذه الأزمة. دعني في الوقت المتبقي دكتور بسام نتحدث بشكل مفصل عن قانون قيصر فقط، بس أشير أخي مهند أخي مهند أشير إلى نقطتين. إذا المقاربات الحروب والتدخل في الشأن الداخلي وبناء المستقبل وفقا لبيتروفيتش هذا لن يحدث. النقطة الثانية بأنه الحروب لم تنتج لأحد شيء، لا تقدم ولا تنمية ولا ديمقراطية. والنقطة الثالثة علينا أن نعيد نمط تفكيرنا في مقاربة المسائل بما في ذلك فيما يتعلق بسوريا. هذه النقاط الثلاث إذا قاربناها بطريقة، وهذا أشار إليها الشيخ عبد الله بن زيد، قال يجب أن نقارب المسائل بمعنى يطرح أنه بطريقة مختلفة عما قاربناه خلال السنوات العشر الماضية. فيما يتعلق بقانون قيصر دكتور بسام، وهو يعني عقبة أساسية كما أشار الشيخ عبد الله اليوم، يعني يقول قانون قيصر إلى الإبقاء عليه يجعل الأمر صعب للمضي في هذا المسار. كما تعلم قانون قيصر صدر خلال فترة إدارة الرئيس ترامب ولكنه حظي بإجماع واسع من الحزبين، كيف يمكن تخطي هذه العقبة الآن مع وجود إدارة جديدة برأيك؟ هلا يمكن تخطي ذلك بتعاون اقليمي، هذا ناحيه، والناحيه الاخرى اعتقد اما ان نكون على هذه الخارطه كدول عربيه ونبحث ايضا عن مصالحنا، يعني صحيح ان هناك هذه مصلحه امريكيه ولكنها ليست مصلحه اماراتيه ولا سعوديه ولا مصريه، وبالطبع ليست مصلحه الا بعض المستفيدين من واقع قانون قيصر. قانون قيصر اولا ليس قانون دولي، قانون قيصر هو قانون أمريكي وبحكم هيمنة أمريكا المالية هي تنفذ هذا القانون، لكنه خارج إطار القانون الدولي هذا القانون، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بالطبع لنكون براغماتي وعملي، أنا أعتقد أن دول الخليج قادرة على أن توجد طرق أخرى، خاصة وأن هناك تيارات داخل الولايات المتحدة كتبت مراكز بحوث أمريكية عن أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة، لأنه مشاهد المواطنين السوريين والعقوبات الجماعية التي تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، الآن هذه المشاهد التي تعرضونها ونحن نعيشها في كل يوم، هذا شيء غير مقبول إنسانيا. وأنا أعتقد من يريد أن ينصح الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تحقق مصالحها وهي دولة عظمى أمام دولة صغيرة مثل سوريا، هل يمكن أن تمارس هذه الطريقة في التعاطي وتقنعنا بأنها ديمقراطية وحريصة على الشعب السوري؟ أعتقد أن واشنطن تكذب في هذه القضية. فإذا كان هناك ملفات أخرى قابلة للبحث بالطبع، ولكن أنا أريد أن أقول لك أن السوريين بعد 10 سنوات من الحرب، الشعب السوري الباقي هنا أو القيادة السورية أو جسد بالتأكيد لن يتنازلوا عن قضايا تتعلق بالسيادة بالمطلق، ولكن أي قضايا أخرى تتعلق بالأمن الأقليمي أو بمستقبل سوريا هي قابلة للبحث، لكن يجب أن ندرك أن مستقبل سوريا يحدده السوريون ولا تحدده الولايات المتحدة أو أي دولة أقليمية. وهذا موضوع كما أشرت دكتور بسام وكما أشار الشيخ عبد الله بن زايد اليوم بحاجة إلى نقاش معمق ربما مع الإدارة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين. شكرا جزيلا لك الدكتور بسام. طبعا هذا دول الخليج تستطيع أن تقوم تمام به، يعني تمام. شكرا جزيلا لك دول الخليج الإمارات أو غيرها. الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية كان معنا مباشرة من دمشق.